الانسر هياخد من ات انسر، يوزر مين هياخد من ات يوزر مين، الباسورد هياخد من ات باسورد. خلاص ودوست على اوكي، اتكتبت لي الجمله بدون اي ايه بدون اي مشاكل. انسرت انتو ممبر، حقل الكامبر هياخد من متغير اسمه اد كامبر، حقل الام بي نيم هياخد من متغير اسمه ام بي نيم، الادرس هياخد من ام بي نيم. بس كنت المفروض اكتبه منها كلهم صح ولا ايه؟ محدش معايا. المفروض ان انا ابعت التشيك وابعت الاد كامبري وابعت الاد ام بي نيم وابعت مش عارف ايه وابعت مش عارف ايه، والكلام ده كله اتبعت، الكلام ده كله اتبعت من هنا ما بين الكوز ده وما بين الكوز ده هنا اهو. لو حد فين يكون بعد الشر بعد الشر ذاكر ولا حاجه. فقلت له طيب، طب ما حلو اهي، طب ما اخد من دول كده من المتغيرات اللي طلعت لي كلها على بعضها زي ما هي كده كده ايه كوبي وقت حاصل ورسك انا على طول. اد كامبري كنا عاملين ان بار شار على 50، ودي ممكن ما يبعتهاش يعني ظريفه، ممكن ما يبعتهاش يبقى نال، ممكن بتساوي ايه نال. قلنا دي عباره عن ديفولت فاليو، الديفولت فاليو اللي هو ما بعتهاش، لان احنا قلنا ممكن ما يبعتهاش امتى؟ لو بيعمل ديليت مثلا، لو بيعمل ايه؟ بيعمل ديليت، ما يبقاش بعت ولا اسمه ولا اسمه ولا تليفونه ولا اي حاجه، بيبعت ديليت بيبعت اليوزر نيم بتاعه بس صح؟ هو ده الوحيد عشان ده البرنامج ما ينفعش ما يتبعتش ولا في انسرت ولا في ابديت ولا في ديليت، لازم يكون مربوط في كله، اما الباقي على حسب. فده الكامبني، بعد كده مين؟ الام بي نيم، وده كنا عاملينه ان فاليد شار على 50 وبرده الديفولت فاليو كام؟ نال. طب الادرس؟ الادرس كنا برده عاملينه ان فاليد شار بس كان على 100 والديفولت فاليو بتاعته ممكن تكون نال. بعد كده الفون، وده كنا عاملينه ان فاليد شار على كام؟ على 12 كان ان ان شار بس ماشي. الويب سايت، الويب سايت كنا عاملينه ان فاليد شار على تقريبا 70 60 مش فاكر، مش فاكر مش فاكر. الايميل كان ان فاليد شار على كام؟ 60 برضه، ممكن تساب فاضي. السيتي كانت ان فاليد شار على 50، الكويتشن وده كان ان فاليد شار على 70، 70 محدش فاكر. الانسر كان ان فاليد شار على 30، اليوزر نيم ان فاليد شار على 20 30 30، والباسورد كان على على ما اتذكر 30. ثواني ثواني بس ناخد، ما ننساش ان البرايمري كي ماله ما ينفعش يكون بيساوي نال، لازم في كل حاجه تكون مبعوت، ده الوحيد ما ينفعش يكون نال. اما الباقي ده كله ممكن يشيل نال. واللي تشيك ينفع؟ لا التشيك لازم يكون بيقول لي هو عايز اضافه ولا تعديل ولا حسب، ما ينفعش ما يبعتليش، ما ينفعش ما يبعتليش ولا اضافه ولا حسب، لازم يبعت لي ايه للاضافه الاد الانسيرت ام يو للابديت. شيل الشنطه اللي قدامك، طب الراجل بقى من تحت الشغل بقى خلاص احسن. ف ات تشيك هيبعت يا اما الاي يا اما اليو يا اما الدي خلاص، والباسورد برضه لازم يبعت اليوزر نيم. اما الباقي ده ممكن بقى على حسب الجمله بقى، ما اعرفش احنا عملنا منها لغايه دلوقتي ده كده كريت تيبل اسمه مانج ممبر، لازم يبعت كل الايه كل الفاريبلز دي اللي احنا سميناها المره اللي فاتت بارامتر، احنا سميناها المره اللي فاتت ايه بارامتر، قلنا بارامتر يعني قيم لا سوف ترسل، قيم سوف ترسل يعني كل القيم دي المتغيرات، والمتغير عندنا بيبدا بات، المتغير بيبدا بات 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 بات، فلازم دي لازم ترسل لقاعده البيانات. لما ترسل لقاعده البيانات عندي نقط اد اف ان تشيك كان حرف الايه يبقى يعمل مين؟ يعمل انسيرت. طب كلام جميل، اف ان التشيك ده كان بيساوي حرف اليو وفي زن على فكره ما تلاقوش يعني، المهم في عندنا ايه جمله ابديت، في عندنا جمله مين؟ جمله ابديت. مش عارف ممكن اعمل حركه ممكن تساعدنا في الكتابه شويه ممكن. طب جمله الانسيرت شبه جمله الابديت، بس انا مش عايز اقعد اكتب اسماء المتغيرات تاني.
مش عايز اعمل لو خدت منها كوبي وخليتها هنا زي ما هي كده ده غلط طبعا لازم تكون جمله ايه محدش معايا خدت من الانسيرت كوبي بس دي المفروض تحول ابديت بعد ما قمت معلم عليها كده انت عامل كليك يمين وقلت له ايه ديزاين اس كيو ال ديزاين اس كيو ال قلت له ديزاين اس كيو ال فتحها لي قلت له ينفع اقوم جاي هنا واعمل تشينج تايب واخليها ابديت وبنفس القيم وبنفس المتغيرات قال لي اظبطها لك وظبطها خلاص بس في حاجه اسمها فاضل لي بس الشرط بقى اعقله هو عمل ابديت لكله انا اقول له اولا اليوزر نيم ما بيتابديتش حد زعلان من دي لكن اليوزر نيم ماله شرط ان لما تيجي تعدل تعدل بدلاله اليوزر نيم مع ان انا اعدل بدلاله اليوزر نيم يعني اعدل اسم فلاني وبتاع مش عارف ايه وبتاع وير لما يكون اليوزر نيم نفس اليوزر نيم ده معناها اللي بشرط لما يكون نفس اليوزر نيم مش لاي حد خلاص فكل جمله سليمه ما فيهاش اي مشكله الا اليوزر نيم المفروض انا اقول له اليوزر نيم ده معلش احنا اسفين اليوزر نيم ده لا يصلح انه يتعدل مش الكولوم والنيو فاليو القيمه الجديده ما ينفعش تعدله ده اولا ده مش هيتعدل ده شرط التعديل ده شرط الايه شرط التعديل فاكرين الكلام ده ولا خلاص فقلنا اهوت لا ما يتحطش ايه ما يتحطش هنا وما احطه فين احطه في فلتر احطه في فلتر بيساوي ات يوزر نيم يعني كده بقى تغيرت العمليه فبقت هنا ده كده بالنسبه لنا بقت وير ان اليوزر نيم نفس اليوزر نيم ده اما بقى يتعدل بنيو فاليو لكن اليوزر نيم ما يتعدلش بنيو فاليو ما يتعدلش لكن هو الشرط هو شرط التعديل يعني ايه هو شرط التعديل يعني ما يتمش التعديل الا لما يكون اليوزر نيم ده زي اليوزر نيم ده خلاص ده شرط التعديل بتاعي خلاص كده مفيش اكتر من كده قلت له اوكي اتعملت عادي جدا ابديت ممبر سيت الكمباني ات كمباني الاي نيم ات كي نيم مش عارف ايه 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 خلص لي كل الايه خلص لي كل الجمله خلص لي كل الايه كل الجمله سليمه واهم حاجه عندي تحت في الاخر خالص ده كله يكون وير ان اليوزر نيم نفس اليوزر نيم اللي اتبعت الديليت قلت له الديليت والله ايه هاخد اليوزر نيم ما انا هاخد الشرط الاول تحت اخدت الشرط كوبي اسهل من ان انا اخلي الديزاينر يعملها لي وجهه نظر انا لازم اقول له ايه في الاول ان اللي تشيك بتساوي حرف الدي بيجن وتحت اند اجي هنا كل اقول له كلمه ايه ديليت ها فروم بس الجدول اسمه ايه ممبر واقوم حاطط الشرط وير ان اليوزر نيم نفس اليوزر نيم اللي اتبعت مش اكتر من كده دي الجمله دي صريحه واضحه جريحه ما فيهاش اي حاجه ديليت فروم ممبر امسح من جدول ممبر لما يكون اليوزر نيم نفس اليوزر نيم اللي مبعوت بس كده عملنا الايه الستور بروسيجر بتاعنا بالاضافه وبالتعديل وبالايه وبالحذف اديني بعدها للمره الثانيه بالراحه خالص خلاص بعتنا القيم كلها اهي دي البارامترز اللي هي القيم اللي لابد ان ترسل هي سيل تشيك تشيك ده لازم يترسل يقول لي حرف الايه حرف اليو حرف الدي حرف كده وبعدين كمباني والامبي نيم والادرس والفون والويب سايت كله ده يبعته لي بعد ما يبعت لي ده كله خلاص هشوف انا بقى والله لو كان بعد حرف الاي اعمل له الانسيرت دي بعد حرف اليو اعمل له الابديت دي بعد حرف الدي ابعت له اعمل له الايه الديليت دي وخلاص اسيب الكلام ده لو في اي خطا هيضرب لو كله تمام هيقول لي ايتم سيفد اسيب قال لي ملف السوليوشن هسيبه لك فين قلت له والله احنا بنسيب الكلام ده على الديسكتوب على بروجيكتس رابعه اي اس بي دوت نت هو السلام 2011 اوريدي موجود قلت له ما انا عارف انت اللي غبي خلاص سيفت قال لي ايه؟ قال لي ايتمز سيفد خلاص ايتم ايه؟ سيفد مفيش اي مشكله كله سايب والدليل ان كلمه كريت تحولت لمين؟ مش اي تغيير تاني هيبقى عباره عن تعديل على البروسيجر ما هوش انشاء للبروسيجر ما هوش انشاء لمين؟ للبروسيجر وخلاص كده عملنا البروسيجر جينا قلنا عشان نقدر نكلمه من جوه بقى ليه؟ جوه الشاشه بتاعتنا عشان نكلمه لازم نبرمج زرار الريجستر وزرار الريجستر هو اللي هيكلم مين؟ هو اللي هيكلمه هدوس دبل كليك على زرار الريجستر دخلنا هنا كنا عاملين ممبر ام بيساوي نيو ممبر وام دوت ريجستر اقول ده الكلام ده ان شاء الله كان هيبقى في المستقبل يعني